السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الأول. اليوم عندنا lesson 8 من unit 3 تحت عنوان once upon a time، يعني كان يا مكان في يوم من الأيام قديما. هنا أنا عندي قطعة 24 سمعية بنهاية الكتاب، فدي يقول لك look at the pictures. Do you know this story? Listen to the story and put the pictures in order. هسه حبايبي راح اوديكم على القصة بنهاية الكتاب. هذه حبايبي القصة رقم 24 من نهاية الكتاب، page 71. ده يقول لي once upon a time there was a young shepherd. He was looking after his sheep in a field near a small village and he was very bored. يعني في كان يا مكان كان هناك راعي شاب كان يبحث كان يعتني بغنامه القطيع مالته في حقل قرب قرية صغيرة، وكان كلش يعني كان يشعر بالملل. I've done nothing all day he thought، يعني اعتقد ان هو يقول انا ما سويت اي شيء طول اليوم. I've walked around this field 10 times and I am bored، انا مشيت حول هذا الحقل 10 مرات وشعرت بالملل. Then he had an idea. بعدها صارت عنده فكرة. جت فكرة. He ran into the village. I've just seen a wolf. خبر الناس، راح القرية الصغيرة وقال لهم أنا هستوي شفت ذئب. He shouted. كان يصرخ. It has eaten one of my sheep. ولقد أكل يعني خروف واحد من خرفان. The man of the village ran to the field. اجوا الرجال كلهم البقرية على الحقل. But the sheep were eating happily. لكن كان القطيع مات الأغنام يأكل بسعادة. And there was no wolf. ما كان أكو ذئب. The shepherd laughed loudly. ضحك عليهم. يعني كان ناصب عليهم. كان مسوي مقلب بيهم. زين عيني. فبدأ يضحك بصوت عالي. That's not funny. One of the men said angrily. قال له يعني هذا يعني ليس مضحكا، يعني ماكو داعي يسوي هيجي. جاوبه طبعا بشكل غاضب. The next day the shepherd did the same thing. Help help he shouted. A wolf has eaten one of my sheep. Come quickly. Oh no not again said one of the men. يعني هم قالوا لهم تعالوا ساعدوني، واحد ذئب اكل يعني خروف من القطيع مالتي. واحد قال له يعني او نو يعني مرة ثانية. But we have to go said another. واحد من الرجال قال خلاص احنا لازم نروح وياه. And they ran to the field again. The sheep were eating happily. There was no wolf. ايضا شافوا القطيع دا ياكل بالغنام، دا ياكل بشكل سعيد وما كان اكو اي شيء. The shepherd did this the next day and the next day. بدأ يوميا ويوميا يسوي هذا الشيء. On the fifth day يعني سوى أربع مرات. في اليوم الخامس he was watching his sheep again when he saw a wolf. هسه حقيقة شاف الذئب بالمرة الخامسة. It had huge white teeth. كانت عنده أسنان بيضة وكبيرة جدا huge. It took one of his sheep وأخذ واحد من أغنامه. He ran to the village shouting, help, help, the wolf, it's just, نانا الاس، نانا الاس حبايبي اللي هي أصلها has. It's يعني بمعنى it has just taken one of my sheep. Oh no, not this time. وبعدين هم جاوبوا كلا يعني مستحيل هاي المرة سوف يعني لا نصدقك. Said one of the men of the village. But it's true. لكنه حقا، إنها حقيقة. Okay, said one of the men of the village. But it's true, said the shepherd. لكن قال لهم هذا حقيقة فعلا. The man spoke again. We do not believe you. قال احنا ما راح نصدقك، احنا لا نصدقك. He said slowly and angrily. ببطء وبشكل غاضب. Go away. ابتعد. The shepherd went back to the field. رجع للحقل مالته. All his sheep were dead. كل أغنامه كانت ميتة. He sat down on a stone. وجلس على صخرة يعني صخرة. And cried sadly. وبكى بعمق. حبايبي هاي هي القصة.
كملنا حبايبي القصة، هسه رجعنا للقصة. نادوا تشوفون لما رجع قاعد على الصخرة والأغنام كلها ميتة، ونانا من كان يصيح أولف أولف. تمام، هنا من قالوا له احنا وي دونت بليف يو. واحد من عندهم قال له يضحك من اللي جوا اول مره، قال ذاتس نوت فاني. هنا بالبدايه قال اي ام بورد، انا يعني شعرت بالملل. نوت اجين، مو مره ثانيه. المهم هاي كلها صور تحكي على الاحداث. ناو وات دو يو ثينك ذيس ووردز مين؟ شيبرد ما معنى الكلمات حبايبي، شيبرد راعي شيب الغنم، بورد مل يعني ممل، شعر بالملل، وولف ذئب، فاني يعني مضحك، ديد ميت. Which of these does the story tell you؟ يعني do not laugh at people، يعني شنو هو الدروس الأخلاقية اللي راح نحصلها من هذا الدرس؟ فيقول لك which of these does the story tell you، أي واحدة من ذول الأشياء تخبرنا قصة بأنه do not laugh at people، إنه إحنا ما نضحك على الناس، لو do not tell a lie، لو ما نخبر كذبة يعني ما نقول كذبة، لو wolves are dangerous، لو نقول الذئاب هي خطرة. تتبون حبايبي هنا أنا عندي، هنا أنا عندي wolves are dangerous يعني بمعنى الذئاب هي خطرة. هنا أنا عندي wolves جمع wolf، هاي wolf بالجمع يصير وولفز، يسمي جمع الريجولار، جمع غير قياسي، يقلب الاف الى في ونضيف اي اس. تمام يا شطورين، نجي الى ملخصي. الملخص كالاتي: It's a story about a young shepherd and the wolf. It's a well-known story and another of Aesop's fables. مثل ما قلنا of Aesop's fables، من خرافات Aesop's. الفوكابولاري المشهورة المميزة بهذا الدرس اللي بارزة once upon time، يعني كان مكان، shepherd راعي اسم، sheep field اسم، bird adjective، wolf جمع مالته wolves اسم، funny adjective مرح ومضحك، believe يؤمن أو يصدق، dead ميت adjective، tell a lie يخبر كذبة، tell the truth يخبر حقيقة، laugh at somebody يعني يضحك على شخص ما. إذا هنا أنا عندي the shepherd felt bored، يعني هنا أنا بعض الجمل اللي مهمة. الشيبرد شعر بأنه شعر بالملل، the wolf has eaten my sheep، هنا أنا مضارع تام، that's not funny هذا غير يعني مضحك، I have seen a wolf مضارع تام حبايبي، seen المتصريف الثالث الفعل سي، نعنى present perfect tense، all of his sheep were dead، نعنى ماضي بسيط، هاي أشياء عامة يعني ما داخلة، بس المضارع تام ما داخل، نعنى كانوا كل أغنام ميتين. نجي لهم ورك يا شطورين، عندي أي بي نعنى page 39 و 40 التمارين مالتها هياتها. هاي تمارين حبايبي، هنا أنا تسمعون القصة مرة ثانية وتحلون هاي، تكملون هاي الجمل الأسئلة. أوكي، بي أيضا تقرون القصة مرة ثانية وتكتبون كلمات الناقصة المفقودة على القصة نفسها اللي هي موجودة صفحة 72 قطعة 25. See write your own story with a friend، انت وصديقك او انت بالبيت، انت وماما، انت وبابا، انت واخوك، كتبوا قصة قصيرة على ولد او بنية who tells lies. شوف من وانت من محيط عملك يعني يحكون بس اكاذيب، حكيهم كله كذب، فش راح تكتب لي once upon a time there was، منو هذا الشخص الولد او البنية، شرح هاي الاسئلة تساعدك تجاوبها حتى تساعدك على كتابة الانشاء اللي هي what has he or she done or seen or heard، شاف هو وماذا عمل او ماذا رأى او ماذا سمع، is it true هل اللي سمعه صحيح او اللي شافه او اللي سواه، do people believe the boy or girl هذا الشخص اللي انت تحكي عنه اللي خبر اكاذيب هل الناس صدقوا، و what happens at the end ماذا حصل بالنهاية، and how does the boy or girl feel وماذا شعر الولد، و
كيف شعر الولد أو الفتاة. أوكي حبايبي، هسه رح نجي إلى لسن 9. لسن 9 هو راوند أب، يعني مراجعة يا شطورين. حياته اللسن 9 هو دائما يكون ما قبل الأخير، مراجعة لكل الدروس الثمانية السابقة. راوند أب بمعنى ريفيجن، إعادة يا شطورين، ما في أي موضوع جديد. زين عيني. Now you can do these things. أول شيء حكينا إحنا talk about things you have done or have not done recently. هذا شو يحكي عن المضارع التام. I have just، لأن الظرف just نخلي بين ال have وال has وبين التصريف الثالث الفعل. I have just finished my dinner. She hasn't seen her friend for a long time. هي ما شافت صديقتها لوقت طويل. We haven't finished our homework. يعني مجرد بس جمل لا أكثر. يعني هاي جمل بس تدرسوها تفهموها. زين عيني. الموضوع الثاني ask and answer questions about things you have done. هسه أسئلة على المضارع التام، بس نقدم الفاعل have or has. صير have you played a computer game this week? Yes I have. Have you watched television today? No I haven't. ماكو شيء يعني مهم. يعني قصدي ماكو شيء جديد بالموضوع، والموضوع مهم طبعا. 3 ask questions about how people are. يعني نسأل أسئلة عن كيف هم الناس. مثلا what's the matter، ذكرونا قلنا ما الموضوع ما الامر. من نوره كانت اكلت الشوكولاته، والاشخاص اللي واحده فرحانه وواحد خائف لان شاف فيلم اشباح. what's wrong، ما الامر ما الخطا، يعني شنو الامر. what is it، ما هو. what are you so، why are you so sad، ليش انت حزين. المهم اسئله يعني عن احوال، عن المودز والفيلينجز مالت الناس، مشاعرهم وحاسيسهم شلون. 4 talk about how people do things. هنا تحدثنا عن شلون الناس يعملون الاشياء. مثلا هدى sings beautifully، تذكرون اخذنا طير sings beautifully. احمد speaks english well. he walked home slowly. هذا علي من يا شطورين، شلون الناس يسوون الاشياء، اي بمعنى على ظروف الحال، الظرف اللي يخلي له الواي. أنا أصلها good ما أخذت الواي صارت well، يعني ظروف الحال. والأخير and you have sung a song، أنت غنيت أغنية. use pictures to tell a story، واستخدمنا صور حتى تخبرنا عن القصة، شلون القصة مات هذا الولد اللي عنده الأغنام. وwritten a story، شلون كتبنا قصة. زين حبايبي، هذا كل ما باللسن. نجي إلى تمارين هاي الكلمات نمليها بهاي الفراغات. اوكي بي change the verbs in exercise A to the present perfect tense. write a new endings to the sentences. يعني هنا ايش قلنا بالجملة الأولى؟ ايش قلنا؟ منى eat a sandwich. تمام؟ they have gone to the beach. مو واحدة من الجمل قلنا يعني هم راحوا they have gone to the beach. هذه مثلا هذه they go to the beach، فمن أسويها بالمضارع التام شو تصير؟ they have gone to the beach and will be back later. and will be back later. ونكملها بواحدة من ذني النهايات، ناخذ جملة من ذني ونسويها بالمضارع التام وأنهيها بنهاية من هذه الجمل الحلوة مثلكم الحلوين. سي اكتب عن نفسك انت، شنو عن نفسك. What games have you played this week؟ تكتب لي وإن شاء الله بالسبت من نلتقي راح أسألك شنو الألعاب اللي لعبتها هذا الأسبوع. و write three things you have done today، باليوم اللي راح تجيني بي شنو الأشياء ثلاثة تذكر لها انت سويتها. تستخدم المضارع التام. الدي choose the best adverb to complete the sentences. هاي كلها عندي ظروف، فشوف منو افضل ظرف يناسب هاي الجمله، وطبعا يعتمد على المعنى يا احلى طلاب. وبهيك حاله ينتهي لسنا يا حلوين.